رونا. اليوم السبت 11/4، ان شاء الله هاليوم يشكل مرور وذكرى طيبه بذاكره كل واحد فينا، ان شاء الله هاليوم يكون حامل معه مساحه سلاميه وفسحه من الامل، يمكن الكثير منا اذا مو الكل، اليوم نحن كثير بحاجه لها وسط صخب الحياه والضجيج يلي عم يحيط فينا. مساحتنا الصباحيه على هوا الاخباريه السوريه اخترنا لها عنوان يومي مستمد من شعاع الشمس تحمل اسم صباحنا غير. صباح الخير عن جديد لكل المشاهدين، وصباح الخير لك نور.